مساء الخير يا جماعة، معاكم معايا بيتر مان نخيري من قناة بهروز دوت كوم للمعلومات. النهاردة هنعمل معاكم دورة بط ايه مسكوفي على مدار، تمام؟ والبط معانا لسه مدخلينه دلوقتي معايا عمر يوم. ادي المسكوفي هو طبعا باين معانا، وادي المدار ابو شلطة باين معانا، الاتنين عمر يوم. اول ما نستقبل معاهم طبعا جايين نمد حوالي ساعتين، محطناش اي اكل ولا مية ولا اي حاجة ايه معاهم، عشان يبدا ايه ياخدوا على الجو المكان. طبعا منورين اللمبه ومجهزين المكان زي ما انتم شايفين، احنا قاسمين الاوضه نصين، دي نستقبل على النص الاولاني النهارده لمده اسبوع، وكمان اسبوع هنعكس الاوضه الثانيه. حتى لو تلاحظين حاطين جير بس فقط لا غير، ما حطناش تبن ولا اي حاجه ولا اي فرشه. بعد كده ايه كمان اسبوعين هنبدا نحط التبن بتاعنا وندخل البط بتاعنا الناحيه الثانيه. حتى تلاحظ المساحه دي اكبر من دي عشان السن يفرق معانا. معايا طبعا هنا حطينا ايه استقبلنا بالاكل اهو دلوقتي معايا، زائد ايه الميه بعسل اسود، عسل اسود ماشي، سكر ماشي، محلول جفاف اي حاجه هنستقبل بيه النهارده كده واحد الصبح، تمام. بعد كده هنبدا نحط مضاد حيوي، مضاد في ايه اول ما نحط مضاد حيوي وبس، ما نحطش اي حاجه تاني معاه. بعد كده تاني يوم ان شاء الله هنحط ايه مضاد الفيروسات لو متاح معاكم، مش متاح مش مهم، اهم حاجه مضاد حيوي للجهاز التنفسي. في مضاد حيوي عندك جهاز التنفسي والجهاز الهضمي يبقى تمام، يبقى كده معايا اي اهم حاجه بس اول يومين مضاد ايه حيوي للجهاز التنفسي. بعد كده عندك ايه فيتامينات، حط هيلسيلينيوم، حط ده كل يوم، حط حاجه معينه. زي انا عندي المنظر عندي اربع حاجات موجودين معايا، عندي هيلسيلينيوم فيتامينات، هيلسيلينيوم والكلام ده كله، وعندي كالسيوم، وعندي املاح معدنيه، وعندي ايه فاتح شهيه والكلام ده. كل يوم احط ايه علاج، بس طبعا اول يوم النهارده نستقبل بالعسل، تاني يوم بكره ان شاء الله نحط مضاد حيوي، وعندي تالت يوم هنحط مضاد ايه الفيروسات، رابع يوم اجهز الخميره بتاعتي واحط ايه الخميره من حيث ايه مضاد الفيروسات ومضاد ايه ابدا ايه الخميره تمشط معايا البكتيريا النافعه، تمام. عشان نخلي البطه عند الحيوانات اللي انتم شايفين كده بتاكل ايه معانا وما فيهاش اي مشاكل، الجو معانا معتدل، البطايه واقفه ايه مستريحه والكلام ده كله. معايا كده تلات ايام، بالرابع نحط ايه الخميره الكبيره او الخميره الفوريه، اي خميره اي خميره بطاريه والكلام ده كله، نخمرها ونجهزها ونبدا نحط للبط. خامس يوم هنحط ايه فيتامينات نفرض اهيت سيلينيوم، رابع يوم خامس سادس يوم ممكن نحط كالسيوم، نحط فيتامينات املاح معدنيه سادس يوم، تامن سبع يوم وثامن يوم نحط معانا فتح شهيه والكلام ده كله عادي. بعد كده نرجع تاني نحط مضاد حيوي تاني في اليوم الثامن اليوم التاسع، مده 15 يوم على المتوسط، كل يوم هنحط علاج معين. مضاد حيوي ده عشان التحصين بتاعنا مش اكتر ولا حاجه، عشان البطايه ما فيهاش اي حاجه، احنا مش مستنيين البطايه تاخد ايه معانا اي مرض. طبعا احنا قاسمين ايه كده اهو كده، هنعمل يعتبر بنعمل تحصين الاكسجين، لان انت عارفين الاكسجين موجوده في معده البطه او الطيور كلها وكتاكيت اي حاجه بتنزل معاك في الفرشه، لما تكون ايه نشيطه عندك في الفرشه البطايه تبدا تدعم معاك ايه في الايه في الاكسجين والكلام ده كله، ياخد معاك دوار الاسهال والكلام ده كله والكلام ده. احنا مش عاوزين نوصل ايه لاي حاجه زي كده، احنا عاوزين نخلي البطايه لمده 15 يوم مفيش اي علاج اي حاجه، نهت مضاد الحيوي عشان انت ايه نظبط معانا. يوم الاول تاني بكره ويوم السابع والثامن او التاسع نحط برده مضاد حيوي تنفسي. بعد كده ايه بعد اليوم العاشر بالذات نحط مضاد حيوي لمين؟ بتاع الجهاز اللي ايه العظمه عشان يبقى في اكسجين. عشان كده يوم الثامن بننقل الناحيه الثانيه عشان لو في اكسوديا في الفرشه بتاعتنا ما تبقاش هنا ايه موجوده في الفرشه ايه من الناحيه الثانيه، نحط فرشه جديده ونحط جير بتاعنا والكلام ده كله ما فيش اي مشاكل. ونستقبل كده طبعا لو هو خد مرض الاكسوديا الناحيه الثانيه يبقى ايه هيقاوم معاك وهيظبط معاك. هنحط مضاد حيوي وبعد كده برضه نحط الخميره وبعد كده ايه الفيتامينات بتاعتنا والكالسيوم والاملاح المعدنيه لمده ايه الاسبوع الثاني. واسبوع التالت نفس الحكاية، انا مش عايز ادي مضاد حيوي مدة اربع ايام ولا خمس ايام، انا ادي يوم في الاسبوع بعمل تنشيط ايه للمعدة وايه والجهاز المناعي والكلام ده كله. كل يوم بدي حاجة مدة ايه تلات اسابيع، عاوز تعمل الاسبوع الرابع اعمل،
بعد الاسبوع الرابع ممكن ما تحطش علاج لاي حاجه، لو ان شاء الله ما يكونش في اي مشاكل في البطايه ولا اي حاجه، تلاقي البطايه عندك معاك وصلت معاك اوزان محترمه، معناته هو يوصل عمر شهر المفروض توصل معاك ايه اقل حاجه جايه 800 جرام، لو وصلت معاك الكيلو كمان تبقى مصلحه ليك، وتبقى ايه الدنيا معاك البطايه فايقه معاك وكل حاجه. واي حاجه معاكم بيتر مان النخيري في اي استقبال باي سؤال بخصوص البط انا معاكم، بخصوص الازوله برضو معاكم ان شاء الله، ناكل برضو البط ده ازوله بس في اليوم في الاسبوع الثاني مش الاسبوع الاول، نخلي الاولاني على بس عشان نبدا ايه ننشط ايه البطايه والكلام ده كله. ممكن نعاود ندي الازوله ندي ايه اليوم ايه الرابع الخامس ونسبه ايه ضعيفه، يبقى حاجات ايه ضعيفه جدا يعني. انا بحط اكل بس في اليوم كيلو، لا ممكن احط الكيلو العنب بتاعه زائد ربع كيلو ايه ازوله معاهم عشان ايه نبدا ايه نشغل معدتكم برضه بالازوله. الازوله جميله جدا، فيها مضاد حيوي، فيها مضاد اكسده، فيها كالسيوم، فيها حاجات كتير وجميله جدا، فهي خضرة ونسبه الميه فيها حلوه مش وحشه، يبقى هي عندك البطايه فايقه معاك ان شاء الله. الاسبوع الجاي ان شاء الله نيجي ننقل البط نعمل لكم فيديو تاني، وبرضه نفكركم ايه بالدوره ايه العلاج بتاعتها، وان شاء الله يكون برضه الازوله موجوده معانا، ونعود لكم ازاي هو بياكل ايه الازوله معايا البط وبياكل معايا الازوله والكلام ده كله. واي استفسار اي خدمات معاكم اي معاكم، معاكم بيتر ماهر النخيلي، رقم تليفوني 012 20 84 63 53، واي حاجه انت عاوزينها وموجود معاكم، انا موجود في شبرا الخيمه، واللي محتاج بط برضه متحصن الدفعه موجوده ايه، ولو عاوز محتاج برضه يكلمني، وبرضه ايه اي حاجه محتاجينها موجودين معاكم. شكرا.